اختيارنا للعوالم الأربعة إنما هو من أجل التفهيم لإدراك الواقع، وأن كل عالم من هذه العوالم له منهج للتعامل معه. عالم الأشياء نتعامل معه بالعلم، نتعامل معه بنظرية الواقع ونفس الأمر أو الظاهر والحقيقة، نستعمل للوصول إلى حقائقه المتداخلة كثيرا جدا من ما يسمى بالمنهج التجريبي والعلمي. هذا المنهج التجريبي سوف يفيدنا في مجال الطب والهندسة والفلك وكذا إلى آخره، ومساحات طويلة عريضة في الفيزياء والكيمياء إلى آخر ما هناك. عالم الأشخاص، نحن نتكون عن مكونات العقل المسلم الذي ندعو الناس جميعا للإيمان بها، ومنها الإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان بالوحي والإيمان بالتكليف والإيمان بما نفصله تفصيل. عالم الأحداث ينبغي علينا أن نفهمها وأن نحللها وأن نعرف كيف نستنبط منها، وأننا إذا ما تنبأنا في دراسات المستقبل لشيء ما والذي يسميه الفقهاء المسلمون المآلات، دراسات المستقبل كلها مبنية على المآلات، وهذه المآلات تحتاج إلى علم، العلم هذا تطور بعد ذلك وسمي بدراسات المستقبل. هذا العلم يبين لنا المآلات، لأن معرفة الأحكام والفتوى أيضا متعلقة بهذه المآلات التي تسمى الآن تنبؤات. انظر إلى الفرق ما بين الاستعمالات الإسلامية والاستعمالات غير الإسلامية. نحن نسميها المآلات، والفقه المالكي يهتم كثيرا بالمآلات، والفقهاء يضعون المآلات في مكانها الصحيح، ثم تسمى بعد ذلك دراسات المستقبل أو بالتنبؤات. نحن نفر من كلمة تنبؤات لأن لها دلالات شرعية أخرى، ولكن هو المعنى واحد. إلى ما تؤول هذه الأحداث التي حولنا حتى نفهم بعمق، وحتى نفتي الفتوى الصحيحة التي تحقق مصالح الناس في كل ذلك. الأفكار، عالم الأفكار، وهو عالم يموج، ينبغي أن يموج وينبغي أن يكون حرا طليقا. نحن نبني على الواقعية، على الحقائق، على البرهان والدليل، على التفكير المنطقي. ولذلك ترى المسلمين وقد اهتموا اهتماما بليغا بتنقيح وتنقية المنطق الأرسطي. أرسطو لما ألف الأرجانون العظيم ألف المنطق، ولكن جاء المسلمون فحذفوا منه كثيرا وأضافوا إليه كثيرا وطبعوه بطابع اللغة العربية، وأصبح معيارا للعلوم ومدخلا أوجده الغزالي في المستصفى في البداية في أصول الفقه، في كتابه المستصفى في أصول الفقه، وجعله مفتاحا للعلوم، وأنه لا يمكن أن ندخل علوم إلا بهذا القدر من المنطق. وهذا المنطق سمي بذلك لأن اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة، فالفكر المستقيم لا بد له من نطق لغة مستقيمة أيضا. ولذلك فارتسمت عندنا هذه الصورة لجلال المنطق وأهمية المنطق. المنطق المخلوط بالأوهام والترهات والخطابة والشعر وكذا إلى آخره حرموه، ولذلك ترى ابن الصلاح والنواوي وابن الصلاح والنواوي حرما، وقال غير ينبغي أن يعلم، والقولة الشهيرة الصحيحة جوازه لكامل القريحة مخالط السنة والكتاب ليهتدي بها إلى الصواب. إذن فهذه عملية أسلمة، عملية تحرير، عملية صياغة لمعيار يمكن أن نقيس به بعد ذلك عالم الأفكار.